أحمد زكي محامي اعتاد استغلال ضحايا حوادث الطرق، يأخذ منهم توكيلات بطلب التعويض ويأخذ التعويض لنفسه. يفاجأ ذات يوم بصبي مصاب في حادث، يكتشف أنه ابنه الذي تركه من سنين. تقوم علاقة بينه وبين الولد تغير سلوكه، يرفض أن يسير في طريق التعويضات ويرفع قضية ضد الحكومة، ورغم ما يتعرض له من مصاعب وتهديدات إلا أنه يصر على موقفه وينجح في النهاية. عزيزي المشاهد، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف بطل الفيلم الناجم أحمد زكي. أهلا بك. أهلا وسهلا. وكاتب القصة الصحفي الكبير الأستاذ وجيه أبو ذكري. أهلا بك. أهلا بك. ومعنا الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي. أهلا دكتور عادل. أهلا يا فندم. يذهب أحمد زكي إلى الرجل الذي تزوج من زوجته السابقة بعد أن تأكد أن نسيف هو ابنه وليس ابن الرجل الذي كتب باسمه. نشاهد المواجهة بين الأب الحقيقي أحمد زكي والسياسي غير الشريف. أستأذن الضيوف إن احنا نبدأ بنجم الفيلم الأستاذ أحمد زكي، وهسأله السؤال الأول وأقول له، بتعرض عليك سيناريوهات كتيرة، إيه اللي بيستهويك إنك تختار سيناريو أو فيلم دون الآخر؟ يعني أنا قبل ما أبقى يعني فنان فأنا مشاهد وإنسان بتحرك في الواقع اللي أنا فيه، فشايف كل المتغيرات اللي فيه. أيوة. وكل الإيجابيات وكل السلبيات. فأنا السيناريو هو فيلم على الورق. فيلم على الورق. الواحد بيشاهده قبل ما يجسد على الورق. فبرضه يبقى أول واحد بيشوف الفيلم أنت. أنا فهصدقه ولا ما صدقوش؟ يعني أنا مقتنع ولا لا؟ ده المشاهد الأول قبل الفنان كمان. فمدى قبولي لأي عمل اللي هو مدى صدق هذا العمل، أو بيلقي ضوء على حاجة أنا مش عارفها فبيفهمهاني، فبحس إن أنا فهمت شيء أو ألقى هذا العمل ضوء على شيء أنا عرفته وتعلمت منه. فيجب إن الناس برضو تشوف هذا العمل عشان برضو يشوفوا اللي أنا شفته. فصدق العمل هو اللي بيخليني أوافق عليه. بس يا ده اللي صدق العمل هو اللي بيخليك تختار سيناريو دون الاخر. طب شخصيتك في ضد الحكومه شخصيه ثريه بصراعاتها وتحولاتها. نعم. فاللي جذبك او اللي استهواك في هذه الشخصيه، هل الشخصيه نفسها ام الموضوع في حد ذاته ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. لانه ما ينفصلوش عن بعض. يعني الاستاذ وجيه ابو ذكري القى ضوء على فئة من المحامين. اللي هو بياخدوا تعويضات. انا واحد من الناس كنت اسمع بس، يعني ما فيش زوم ان، ما فيش عدسة مقربة لهذا العالم عشان اعرف يعني ايه محامي. يعني لا، يعني هذه المجموعة بتتصرف تصرفات بيستغلوا جهل الناس في انهم يطالبوا حقوقهم ازاي. فهم بيعملوا نوع من انواع ان هم هيخلصوا للناس دي حاجاتهم، وبعدين تسول لهم انفسهم ان هم ياخدوا التعويضات دي، وهم بيحملوا القانون. ويل للعالم اذا انحرف المثقف. فهو لما بينحرف فبيعرف ازاي يستغل جهل الناس، وازاي والناس مش عارفه. فألقى الضوء وعرى الأستاذ وجيه أبو ذكري في هذه القصة إن يخلي الناس تخلي بالها من الفئة دي أو يطالبوا بحقهم إزاي. فده موضوع أولا كحلقة موجودة الفيلم بيلقي الضوء عليها. جذبتني جدا. وبعدين الشخصية سرية جدا. يعني الولد اساسا اللي هو بيمتهن مهنه المحامي ده، فالمحامي اللي هو بيدافع عن المظلومين وبيدافع عن الناس، ولما يبقى في بيحمل في في في, في, في على بيحمل على كتفه الدفاع عن الناس.
وفي يده القانون، فازاي هو بيحول القانون ده ها لشيء يعني يبقى غير مسؤول ويبدا يتصرف فيه في بشكل مش ايجابي خالص، سلبي لصالحه وصالح رغباته وغير مشروع. فده المحامي بتاع الفيلم. بس مين هو بقى المحامي ده كمان؟ لانك انت لو عملت دخلت كده على مجموعه من المحامين او مجموعه من الضباط او مجموعه من الاطباء او مجموعه من اي مهنه، كل واحد فيهم بيحمل المهنه نفسها. بيحمل هو يعني ده محامي بيحمل مهنه دارس قانون كيف يدافع عن الناس في كافه فروع المحاماه، جنايات، جناح، مش عارف ايه، اجتماع، اي حاجه. كل واحد فيهم بيحمل المهنه، انما من هذا الانسان اللي بيحمل هذه المهنه؟ في طبيب وطبيب 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 عارفين يعني التشريح الانسان اذا كان بشري اذا كان نفسي اذا كان فيعرفوا كلهم المهنه الاساس المهنه، ولكن من هو الانسان اللي بيحمل هذه المهنه؟ الضابط تخش برضه تلاقي ضباط كتير جدا عارفين يعني ايه امن البلد و و و، تلاقي خمس ست سبع ضباط عارفين يعني ايه امن، بس من هو هذا الضابط وهذا الضابط وهذا الضابط؟ كلمه ضابط اوكي دي مهنه درسها، ولكن في بقى جاي من مجتمع ومن سلوك ومن عالم تركب تركيبه مع بيحمل مهنه، ولكن تغوصي في في في, في ولذلك تلاقي في ضابط عارف يعني يحمل القانون ويحمل هموم بلده ومتوازن مع نفسه ده بقى تربيه اجتماعيه وسلوك و وفي واحد ينحرف واخد بالك. فده مهنه الضابط ملهاش دعوه او مهنه المحامي ملهاش دعوه كمان مهنه الطب ملهاش دعوه، ولكن الشخص نفسه هو ده اللي بيتعمل عليه زوم ان عشان اعرف ايه هو الشخص ده، لان الشخص ده ضابط وده ضابط وده ضابط او ده محامي وده محامي وده محامي، انما كله بيختلف، كله يحمل القانون، ولكن كل واحد بسلوكه ازاي بيوصل القانون ده، هل بالايجاب هل بالسلب هل كذا هل كذا، مش عارف انا. هو اذا بالتالي يعني انت اخترت الشخصيه شهوتك والموضوع تركيبه الموضوع ككل الاثنين. ففي محامي ما يسلكش السلوك اللي سلكه هذا المحامي اللي هذا المحامي اللي عندنا. في محامي لما يجي له قضيه مثلا في واحد قاتل ويعرف انه قاتل وكل الادله يقول لك لا. فنيجي بقى للمحامي اللي انا بعمله هنا. المحامي اللي انا بعمله هنا واساسا هو محامي سلك السلوك الغلط ده ليه؟ فده بقى مرتع خصم بقى ده يعني حطوا ايديهم على ازمه جيل كامله. يعني ما هوش راجل كده يروح منحرفه، لا ده هو اساسا كان انسان كويس. هذا المحامي ده كان شاب حتى بيقول انا كان شاب وطني وتفتح وعيه على التجربه الناصريه فرحت لانتصاراتها وكان قد ايه، وبعدين تجرعت مراره هزائمها وانكساراتها في 67 وادرك قانون السبعينات لعبت عليه وتفوقت. يعني ازاي ترك ازاي هو كان ولد كويس في الاول، ايه المتغيرات؟ ولذلك لما جيت اعمل الشخصيه تلاقي بيليا جواه. يعني ايه هو اساسا كويس بس زي ما يكون ايه اتحطت الحد الاحساس الكويس اتحط في الفريزر اتجمد. يعني ايه ما لازم يكون له اسباب، فهو ليه اسباب يعني ايه ما ضاعش مننا البطل بتاعنا. فبقى جواه كده عاوز ينضف وتطلع الاحساس كده لان هو تكل يعني ابتدى ياخد الاحساس الخطا كبر جواه وابتدى يحس هو كده وشكل نفسه على كده، ولكن هو من جواه كويس. انما استمرأ الخطا فابتدى يحس ان هي عارف. هي كده الحكايه. فلما في لحظه التنوير صح يا استاذ عادل في لحظه المكاشفه او في لحظه مش المكاشفه في لحظه مواجهه الذات مع نفسه في التطهير صح صح مع حدث جلل اللي هو مواجهته لابنه في الظروف اللي هو كان اساسا هيضحك فيها على الناس الاطفال اللي انضربوا بالقطر دول فلقى وهو عاوز يلعب اللعب بتاعه فلقى ابنه في وسطهم فحرك جواه النوع اللي قلت عليه التطهير ده وانه حرك هو جواه اشياء كثيره جدا فالظروف ما ادتلوش فرصه ان هو
يعني كل ما يحاول يخرج من البوتقة يقع، كل ما يحاول يخرج من البوتقة اللي هو اتحط فيها اللي هو كده كويس والخطأ اللي هو ماشي فيه هو ده لغة العصر و فما قدرش إلا إنه في الآخر قرر المواجهة. فلما حس إنه لازم يواجه دخل فواجه يعني المفروض اللي كان زمان يعني الدكتور عادل صادق يقوله في الطب النفسي إيه، لما يجي لك حاجة قولها لما يجي لك حاجة قولها، لما تتضايق من حاجة قولها فلما تقولها ما يحصلش فيه نوع من التراكمات فما يجيبش الإنسان اكتئاب فما يحصلش نوع مش عارف إيه فهو كان من الأول عاوز يصرخ فكسل عاوز يقول ايه الحكايه فهو يعني ايه سكت. فهو لما جه واجه في الاخر المواجهه دي كلها حصل عنده نوع من انه كسب نفسه يعني حس انه هروح توازن بقى في الاروح يعني هو يعني وقف ضد كل ضد الحكومه يعني وقف هعمل ايه يعني يعني خلاص مع الحق لغايه لما تبقى هو كده بقى لدرجة انه ادان نفسه انا داخل القانون القضية دي عشان اكسب قرشين وانا محامي كنت ماشي في الغلط يعني قفل عليهم الماء والهواء ونهل تعالوا بقى انا انسان وحش تعالوا انتوا بقى البلد دي ايه واحنا بنعمل فيها ايه يعني ادانتي عاوزين تدنوني انا كنت انسان وحش وداخل القضية دي علشان اكسب منها قرشين.